حسم فريق الكوكب المراكشي لكرة اليد ديربي مدينة مراكش الذي جمعه بالمولودية لصالحه بنتيجة 27-25، ملحقا بذلك أول هزيمة بالمولودية في بطولة الموسم الجاري. المباراة انطلقت بتفوق طفيف الكوكب المراكشي اللي حافظ عليه ثلاثة الشوط الأول واللي انهى بحصة 14-11، وجاءت بداية الشوط الثاني مشابهة للشوط الأول، غير أن لاعبي الكوكب أضاعوا فرصا واضحة ما مكن المولودية من العودة في النتيجة في الدقيقة 23 من الشوط الثاني، حيث بلغت الحصة 22-22، ما أعطى للمباراة وجه آخر حيث بلغت النتية أقصى. وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة تمكن لاعبو الكوكب من خطف الفوز مستغلين الهجومات المضادة بعد تضييع لاعبي المولودية لفرص حاسمة لتنطلق الأفراح في صفوف الكوكب بعد نهاية المواجهة. الماتش اون جينيرال الحمد لله كان الماتش فكات فيه تنيتيه من الاول حتى الاخر. صحيح حنا اللي كنا جايرين الماتش رابحين باربعه، واحد القطار ربحنا بسته، والمولوديه تاعي عطات فينا. كان بون ليكيب، كان استماته منهم قويه في طول المباراه، ولكن الحمد لله نصفنا واحد القطار، كان عندنا واحد باساج روبيد هذاك داز، رجعنا جبنا الماتش في الدقائق الاخرى، من خمسه دقائق الاخرى جبنا الماتش. الحمد لله تنشكروه وهاني انا فريق كوكب مراكش، هاني انا هذا انتصار لكرة اليد المراكشية، لأنه أحسن ماتش كان في هذا الدورة، لكن جميع كاع هاد الماتشات هذا هو أحسن ماتش لعبنا. الحمد لله على كل حال. ماتش كانت غادي تيبان نورمال حتى الآخر، واحد الباساج فيت اللي خلى الماتش يبدا صعب عليكم، ولكن رجعتوه في الآخر. اللي نقول لك بعدا أنا كنهني المراكشيين بهاد جوج الفرق، هاني المدينة مراكش بجوج فرق في هذا المستوى. إذن كانت كرة اليد كانت نيتية، كانت كرة اليد في المستوى العالي، فهنيئا للمراكشيين بهذا جوج فرق. ثاني بالنسبة للمقابلة، المقابلة كي لاحظتوا من البداية وحنا خديناها، علاش؟ لأنه اللي كان خص الفريق هو التهيئ النفساني، حاولنا باش نهيئوا فريقنا ذهنيين وتأتلينا هذاك الشيء، رغم طلع عندنا الفريق الخصم، ولكن حاولنا ما أمكن بالطمور اللي درنا باش نردوا الوليدات ديالنا في السكه ديالهم، والحمد لله الحمد لله تأتلينا هذاك الشيء. شحال هذا ما شفناش مقابله بهذا الحجم هذا، وكي قلت لك اللي غلب اليوم هو التهيئ النفساني، حاولنا باش نركزوا اكثر على الذهن ديال اللاعب، وكان في المستوى الحمد لله، رغم تداركونا في واحد الوقيته، ولكن حاولنا باش نعاودوا نجيبوهم، لانه الذهن ديال الدراري كونسونتري على اساس باش يديو ثلاث نقاط. كيف كتعلموا وقعدنا واحد الفوبا في سمارة نظرا للعياء ديال طريق وسميتو، ولكن الحمد لله حاولنا ردوا ثلاث نقاط ديالنا. تقنيا كيفاش تشفتي الماتش؟ تقنيا المقابله بدات بالنسبه للفريق، تقنيا كانت لاغاج دو فانك كانت طالعه اكثر عند فريق الكوكب المراكشي، لعب دفاع 6-0 اللي هو قتالي. احنا حاولنا نغيروا الدفاعات ديالنا، وكان عندنا مشكل في الدفاع لان الحارس استدرك لنا المقابله. في المراحل الاخيره من المقابله حاولنا نركزوا ورجعنا للمقابله وفتنا الفريق الخصم بهدفين، الا انه ملي تضرب لنا لاعب اللي هو محوري وفعال في الدفاع، وخرج لنا اللاعب رشيد اللي هو محوري في الهجوم، فقدنا ما يعني هبطنا يدينا، وقدر فريق الكوكب المراكشي يسجل هدفين ديال الفوز.